في أفغانيا بالتأكيد. ومن هذا المنطلق قد ركنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنجازات هامة في هذا المجال، نذكر من أبرزها مشروع إجداد 30 محلة للتعليم الأولي بكل من مدينتي العلاش والقصر الكبير لفائدة 900 طفل وطفل مستفيد. بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بمليون درهم، وقد تم إنجازه بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والتنسيق مع المديرية الأمنية لوزارة التربية والتعليم. استهدف هذا التدخل مجموعة من المؤسسات التعليمية بكل من مدينتي القصر والكبير والعرائش، بما مجموعه 15 يعني قسم لكل مدينة من طوال 30 محافظة التعليم الأولي. أما برسم السنة الجارية فقد تمكنت التدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعالم القروي، وذلك عن طريق إحداث 24 قسم التعليم الأولي لفائدة 1042 طفلة وطفل مستفيد. قد مكن هذا المشروع كذلك من ضمان فرص شغل لفائدة 840 مربية ومساعدة ينحرمن أو ينحرم جلهن من دورات معنية بإحداث هذه الوحدات، كما أنهن يخضعن لدورات تكوينية من طرف أحد شركائنا الاستراتيجيين في هذه المرحلة وهو مؤسسة الدولة. إذا تم إنجاز هذا المشروع عبر ثلاثة أشهر، قد خص الشهر الأول إحداث 8 وحدات للتعليم الأولي لفائدة 385 طفلة وطفل، تمثل الإناث 49.6% بعدد بلغ 191 طفلة مسجلة. وقد هام الشهر الثاني كذلك إحداث 8 وحدات بدوائر أخرى لفائدة 348 طفلة وطفل، تمثل نسبة الإناث 55% بعدد قد بلغ 193 طفلة مسجلة. للإشارة فقط فإن هذه الوحدات تعمل بنظام أو تشتغل بنظام المجموعات، أي أن كل وحدة يعني يمكن أن تستقطب مجموعتين من التلاميذ، تضم كل مجموعة من 20 إلى 25 طفل وطفل، كما أنه يتم الاتفاق على الجدول الزمنية بالاتفاق مع الأولياء والآباء والأشخاص باحترام خصوصيات كل منهم. بالنسبة للشطر الثالث والذي يهم إنجاز 8 وحدات دراسية أخرى، هذا الشطر من المشروع هو في طور الإنجاز، حيث أن هذه الوحدات ستفتح في وجه الأطفال في شهر يناير بسنة 2020، أي السنة أي الشهر المقبل. وفي نفس الصدد صدرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم العرائش برنامجا للعمل برسم سنة 2020، وذلك من خلال إحداث 45 وحدة للتعليم الأولي لفائدة 1800 طفل وطفل مستفيد. وسيمكن هذا المشروع كذلك من ضمان فرص شغل مربية ومساعدة. إذا يتم تصميم هذه الوحدات حسب معايير تقنية دقيقة، فكما هو مبين على التصميم المعماري في الصورة، تضم كل وحدة مجموعة من الفضاءات: فضاء للانتظار والاستقبال، فضاء للعلم، مكاتب للمربيات، طبعا مرافق سريرية بالإضافة إلى فضاء القسم. يضم فضاء القسم مجموعة من الأركان كرب العلم ورب المكتبة ورب التجمع ورب البيئة. هذه الفضاءات تجعل من الوحدات بيئة مريحة، وبذلك نحن حسنا الاستثنائي والمعرفة والتعلم لدى الأطفال. كما يجهز فضاء القسم بتجهيزات مختلفة، تجهيزات ذات جودة تمكن الطفل من تنمية طاقته الإبداعية وتحفيز مخيلته وإبناء كذلك مصطلحاته وحبه للاستثمار. قد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 7.33 مليون.
المراحل اللاحقة من الحيض. إذن يبدو لنا جلياً أننا أمام تحدي وطني ومصيري يدعونا جميعاً لتقاسم الخبرات والتجارب وتوحيد الجهود وتوضيح المفاهيم والرؤى من أجل إنجاز هذا الورش الضخم الذي يستدعي الكثير من المثابرة والحزم والجرأة تمشياً مع توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وعيده في سبيل الارتقاء في التعليم الأولي وتطوير جودته ببلادنا. ختاماً أترككم مع عمل بسيط ومبدع ومنجز من طرف قسم العمل الاجتماعي يوثق لأبرز تدخلات المبادرة الوطنية.